الرئيس السيسي يستقبل مديرة صندوق النقد الدولي ويؤكد أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين. مدبولي يؤكد أن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد تبدأ الثلاثاء المقبل، وجورجيفا تؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق الاستقرار. الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى نحو 3000 قتيل. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار. وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كوجوك وزير المالية. صرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية وخفض معدلات التضخم، مشيرا إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشددا أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو. من جانبها أعربت السيدة جورجيفا عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات. أكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتعزيز جهود النمو والتنمية المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، حيث اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء الذي يتضمن الموقف التنفيذي للصندوق ويتم إعداده بالتنسيق بين جهات الدولة كافة، حيث تمت في هذا الإطار مناقشة سبل تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين من الصندوق وسبل تنمية موارده وتطوير آليات إدارته بما يعزز من قدرته على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين. وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بالاستمرار في التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية بالدولة لضمان تحقيق أهداف الصندوق والتيسير على المستفيدين،
كما وجه سيادته بتقديم الخدمة العلاجية بالمجان للمستفيدين من الصندوق من المدنيين من أسر الضحايا والمصابين في الحوادث الإرهابية غير الخاضعين للتأمين الصحي، وذلك بالتنسيق بين الحكومة والصندوق، مشددا على أن الوطن لا ولن ينسى تضحيات أبنائه المخلصين ويحرص على تقديم تكريم اللائق للشهداء والمصابين ممن وهبوا حياتهم لمصر وشعبها. استقبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا والوفد المرافق لها، وخلال اللقاء ثمن مدبولي الشراكة المهمة والمثمرة للغاية بين مصر وصندوق النقد، مؤكدا أن هذه الشراكة تدار بإيجابية بما يدعم الحكومة في التغلب على الكثير من التحديات التي واجهتها مصر على مدار الفترات الماضية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع مديرة صندوق النقد الدولي، ثمن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي زيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر في مستهل فترتها الثانية من رئاستها للصندوق. وأكد مدبولي أن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع الصندوق ستبدأ بعد غد الثلاثاء. الشيء المهم الذي أود أن أشير إليه أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد، وأن فريق العمل من الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد إن شاء الله مع كل الزملاء من البنك المركزي والوزارات المعنية. مرة أخرى يعني الحقيقة أود أن أعرب عن ترحيبي وسعادتي بوجود السيدة كريستالينا في مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة. كما وجه رئيس الوزراء الشكر لمديرة صندوق النقد الدولي على نجاح الشراكة بين مصر والصندوق، مشيدا بالشراكة المثمرة لدعم مصر في خطتها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي. الشراكة بين مصر والصندوق يعني شراكة دائما كانت يعني في مثمرة وفي توجه لدعم مصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، وإن شاء الله نتوقع بإذن الله مزيد من الشراكة الناجحة والمثمرة في خلال الفترة القادمة. وأعتقد الرسالة اللي وجهتها سيادتها كانت واضحة، نحن نتعامل مع عالم يعني يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين والسرعة الشديدة جدا في وتيرة التغير، وبالتالي لابد على كل الحكومات أن أيضا يعني تتعامل مع هذه التحديات الغير مسبوقة وتكون أيضا أسرع من التغيرات التي تحدث لكي تحقق النجاح والنمو الاقتصادي المأمول. من جانبها أكدت كريستالينا جورجيفا أن صندوق النقد الدولي يثمن الشراكة مع مصر، مشددة على أن الدعم الكامل لمصر في جهودها لتحقيق الاستقرار والتطور الاقتصادي. أردت أن أخبر الناس من هنا من القاهرة كم تقدير صندوق النقد الدولي لهذه الشراكة، وأننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار مصر وتطورها وتنميتها الاقتصادية. لقد عرضنا لهذا الدعم في أبريل عندما اتخذنا قرار زيادة برنامجنا من 3 إلى 8 مليارات دولار، حيث أدركنا أن الظروف قد ازدادت صعوبة ليس بسبب خطأ ارتكبتموه ولكن بسبب الظروف في المنطقة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بمتابعة توافر جميع السلع بالأسواق على مستوى الجمهورية، وكذا استمرار العمل على مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات التي من شأنها أن تسهم في ضبط حركة الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار. وخلال اجتماع لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية. كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الاجتماع مع أصحاب المزارع المتوقفة عن الإنتاج وبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوافر بيض المائدة في الأسواق.
كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة طبقا لرؤية عام 2040. وخلال الاجتماع استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت تقريرا حول مشروعات الطاقة المتجددة وخريطة الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات محطات توليد الكهرباء باستخدام طاقات الرياح والشمس. كما عرض وزير الكهرباء خريطة الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر حتى عام 2040. كذلك موقف الأراضي تحت الدراسة المقترح تخصيصها لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع المركز الوطني لاستخدامات لأراضي الدولة. تفقد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، حيث أكد الفريق أول عبد المجيد صقر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالي وفقا لأسس علمية مدروسة تسهم في الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل والذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته. تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، وذلك للاطمئنان على سير العملية التدريبية للمقاتلين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وقام بالمرور على ميادين التدريب التخصصية المختلفة. وناقش عددا من المقاتلين في أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقا لتخصصاتهم المختلفة، مشيدا بما شاهده من مستوى راق في التدريب وكفاءة قتالية عالية تمكنهم من تنفيذ مهامهم بكل كفاءة واقتدار. وأكد الفريق أول عبد المجيد صقر على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لخطط وبرامج التدريب القتالي وفقا لأسس علمية مدروسة تساهم في الارتقاء بمنظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل والذي يعد الثروة الحقيقية للقوات المسلحة وركيزتها الأساسية في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته. كما نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وشدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب الجاد والواقعي والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي من أجل حماية أمن مصر في ظل ما تموج به المنطقة من تحديات خلال الفترة الحالية. وشارك القائد العام للقوات المسلحة عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الغداء. حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أكد على التزام الوزارة بتوفير الرعاية للمواطنين المصريين في الإمارات، مشيرا إلى أن الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها تتصدر أولويات عمل الوزارة. وخلال لقاء افتراضي عقده مع أعضاء من الجالية المصرية في دولة الإمارات الشقيقة، استعرض وزير الخارجية جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل القنصلي ورقمنة المعاملات القنصلية لتسهيل إنجاز المعاملات وتقليص المدة الزمنية للخدمة. وأثمن وزير الخارجية دور الجالية المصرية في الإمارات في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدا أهمية دعم هذه الروابط على كافة الأصعدة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية. أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي رفض مصر القاطع وإدانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومنع وكالة الأونروا من الاطلاع بدورها في الأراضي المحتلة.
وخلال اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد عبد العاطي على أهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية وضرورة التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها واحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية، تمهيدا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. وأكدت الخارجية أن الاتصال تناول بشكل مفصل الجهود الراهنة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، كما تبادل الرؤى حول المستجدات السياسية والميدانية في لبنان وآخر التطورات الخطيرة في السودان. كما ناقش وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي قضية الأمن المائي المصري، حيث أكد عبد العاطي على أنها قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشددا على أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي. استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي. ركز اللقاء على التبعات الخطيرة لقراري الكنيسة الأخيرين بحظر وكالة الأونروا وأنشطتها وتجريدها من امتيازاتها بواقع كونها وكالة دولية، حيث استمع أبو الغيط لعرض مفصل من المسؤول الفلسطيني حول التبعات المتوقعة لهذا القرار على حياة نحو 6 ملايين لاجئ فلسطينية. وشدد أبو الغيط على أنه لا بديل عن أونروا في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عمليتها، خاصة لكونها حجر الزاوية في العمل الإنساني في غزة، مطالبا الأمم المتحدة بحماية منظماتها. في هذا الأثناء أعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل، بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة. هذا وكثفت قوات الاحتلال من قصفها العنيف على قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 23 على الأقل في مناطق بشمال القطاع. وأوضحت السلطات الصحية في غزة أن 13 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في هجمات منفصلة على منازل في بلدة بيت لاهيا وجباليا، فيما استشهد 10 آخرون في غارات جوية إسرائيلية منفصلة على مدينة غزة ومناطق جنوب القطاع. أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف باستشهاد ما لا يقل عن 50 طفلا في جباليا شمال قطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية. وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل أنه في الساعات الماضية تعرضت السيارة الشخصية لأحد موظفي اليونيسف الذين يعملون في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، تعرضت لإطلاق نار من قبل طائرة رباعية المراوح أثناء مرورها عبر جباليا. أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن القوات الإسرائيلية تواصل قصف المنشآت الطبية في شمال غزة في الوقت الذي تستأنف فيه المنظمة حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال. وأوضح أدهانوم أن الهجمات تعرض قدسية حماية صحة الأطفال للخطر، وقد يثني الآباء عن إحضار أطفالهم للتطعيم، مشددا على ضرورة احترام هذه الهدن الإنسانية الحيوية بشكل مطلق، مجددا الدعوة إلى وقف إطلاق النار. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن السنوات الأخيرة شهدت معدلات مرتفعة من القتلى في مناطق النزاع، لا سيما في غزة التي شهدت أكبر عدد من حالات قتل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في أي حرب منذ عقود. وقال غوتيريش أنه في جميع أنحاء العالم يقدر أن 9 من كل 10 جرائم أو 10 جرائم قتل للصحفيين تمر دون عقاب، مشيرا إلى أن الصحافة الحرة عنصر جوهري لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. كشفت وكالة أسوسيتد بريس أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة تذكر على وجود مقاتلين لحركة حماس في المستشفيات المستهدفة بقطاع غزة في كثير من الحالات.
وجاء ذلك خلال تحقيق أجرته الوكالة على مدار أشهر جمعت خلاله شهادات عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مستشفيات العودة والأندونيسي وكمال العدوان بقطاع غزة، تخللها مقابلات مع أكثر من 30 مريضا وشهودا وعاملين في المجال الطبي والإنساني فضلا عن مسؤولين إسرائيليين. هذا ورفض جيش الاحتلال التعليق على الهجمات التي شنها على مستشفيات في قطاع غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده جراء انفجار قنبلة يدوية شمال قطاع غزة. ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بيان للجيش الإسرائيلي قوله إن الشرطة العسكرية بدأت تحقيقا في ملابسات الحادث. وإلى الأوضاع في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 18 شخصا وإصابة 83 آخرون في غارات إسرائيلية خلال 24 ساعة ماضية فقط. وفي بيان لها أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة قتل الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى 2986 وإصابة 13402 بينهم 772 من الأطفال والنساء منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان. أغار الطيران الإسرائيلي على منزل في بلدة جويا في قضاء سور، مما أدى إلى مقتل لبنانيين وعدد من الجرحى نقلوا جميعا إلى مستشفى سور. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي قد أغار على بلدات كفر فيلة في إقليم التفاح وأطراف أنصار في قضاء النبطية وحنين وشقرة في قضاء بنت جبيل. كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة جوية مستهدفا بلدة زوتر الشرقية في قضاء النبطية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إبعاد حزب الله اللبناني إلى ما وراء نهر الليطاني أمر ضروري، سواء عبر التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار أو بدونه، مشددا على ضرورة منعه من إعادة التسليح. وخلال زيارته للحدود مع لبنان أكد نتنياهو أن إعادة الإسرائيليين الذين جرى إجلاؤهم من الشمال يستلزم إبعاد حزب الله عن نهر الليطاني والرد بقوة على أي عمل ضد إسرائيل حسب قوله. تفقد قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي سنتكوم مايكل إريك كوريلا بطارية الدفاع الجوي الأمريكية ثاد التي تم نشرها مؤخرا في إسرائيل، وذلك بعد وصول قاذفات استراتيجية أمريكية إلى المنطقة. وفي منشور له على منصة إكس أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجنرال كوريلا وصل إلى إسرائيل الأسبوع الماضي كضيف رسمي لرئيس الأركان، وعقد تقييما للوضع حول مواضيع أمنية استراتيجية والاستعدادات المشتركة في المنطقة كجزء من الرد على التهديدات في الشرق الأوسط. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية وصول قاذفات استراتيجية من طراز B-52 إلى المنطقة. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن هذه القدرات العسكرية الجديدة تشمل وسائل دفاع ضد الصواريخ البالستية وطائرات مقاتلة وقاذفات قنابل B-52 وأنواع أخرى من الطائرات العسكرية. ذكر موقع إكسيوس الأمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت إيران خلال الأيام الماضية من شن هجوم آخر على إسرائيل، وأكدت أنها لن تتمكن من كبح جماح الإسرائيليين. وبعد أن هاجمت إيران إسرائيل في الأول من الشهر الماضي ردا على سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية، ردت إسرائيل بضرب أهداف عسكرية ولكن ليس منشآت نووية أو خاصة بمنشآت بإنتاج النفط. وما زالت نشرة التاسعة مستمرة معكم وتتابعون فيها. خلال مؤتمر انتخابي، ترامب يصف استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم هاريس في ولاية أيوا بالمزيفة.
أظهر استطلاع للرأي لصحيفة نيويورك تايمز أن المنافسة لا تزال محتدمة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية الديمقراطية كاملا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في الولايات المتحدة السبع الحاسمة قبل يومين فقط من الانتخابات الرئاسية. وخلال مؤتمر انتخابي في ولاية بنسلفانيا إحدى الولايات المتأرجحة، وصف ترامب استطلاعات الرأي بالمزيفة، حيث أظهر استطلاع تقدما لهاريس في ولاية أيوا وتقدما طفيفا لهاريس في نيفادا ونورث كارولينا وويسكنسون، بينما تقدم الرئيس السابق ترامب في أريزونا، وتنافس الاثنان بشكل متقارب في ميشيغان وجورجيا وبنسلفانيا. كما أظهر الاستطلاع أن نحو 40% من المشاركين فيه أدلوا بأصواتهم بالفعل، وأن هاريس تقدمت بين هؤلاء الناخبين بثماني نقاط مئوية، بينما تقدم ترامب بين الناخبين المحتملين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن العاصمة الزميل عمر عبد المجيد موفد التلفزيون المصري. عمر، انقل لنا الأجواء والاستعدادات في العاصمة قبل ساعات من انطلاق الماراثون الانتخابي. صحفية صحفية صحفيه وبالطبع لا نستطيع ان نقول معها التجارات التي معها او تتناقلها وهناك اختلاف ما بين كل واخر. بالطبع الموضوع متداول، اذا رجعنا استطلاعات الراي الخاصه بالسي ان التي ذكرت هذه الاستطلاعات بان 47% في المقابل ان ترامب يحقق 46% في مجموع الانتخابات، اي التقارب اقل من 1% نقطة ما بين هاريس وما بين ترامب. لكن هذا بالطبع يعتبر باستطلاعات لغاية، هذه الاستطلاعات لا تعبر عن الواقع الانتخابي بكثير، فهي بالطبع طريقة معينة للمجتمع لا نستطيع أن نبني عليها الحصائر بشكل يومي. بعيدا طبعا عن تناول بعض الولايات بشكل من التشخيص، نتحدث وهي إحدى الولايات المتريحة، نحن نتحدث إجمالا عن عدد الولايات المتريحة هم سبع ولايات فقط الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحكم مصير الانتخابات الأمريكية، فهناك ولايات تقوس للجمهوريين بغض النظر عن الوقت، هناك ولايات في اللون الأزرق دائما تقوس للديمقراطيين بغض النظر عن الوقت، بحيث يتبقى عندنا سبع ولايات هي الولايات المتأجحة. أول هذه الولايات هي ولاية نورث كارولينا، لا يمكن التفهم إطلاقا في هذه الآن بإجمالي الأمور التي تثير بها، فهناك تعادل واضح ما بين ترامب وبين هاريس في هذه الولاية. لكن على سبيل المثال إذا انتقلنا إلى ولاية جورجيا، ترامب يقيم مؤتمر صحفي غدا في هذه في ولاية بنسلفانيا يتحدث فيها بشكل واضح، وسيكون غدا آخر يوم للمؤتمرات الانتخابية لكمالا هاريس في ولاية بنسلفانيا، وهذه الولاية التي ينهى الفراغ من ترامب أو هاريس حتى يحكم هذه الولاية المتأرجحة التي فيها 19 صوت ربما تحكم الانتخابات بشكل واضح إذا ما فاز بها أي من الفريقين. حسب ولاية جورجيا فإن الولاية ذات 19 مقعدا يتقدم بها حسب استطلاعات الرأي طفيفا ترامب في هذه النقطة تحديدا، يتقدم بها ترامب حسب استطلاعات الرأي في هذه الولاية. لكن ايضا هناك تقدم واضح لترامب في ولايه لاس فيغاس، الجمهوريون تقدم واضح وصريح في هذه الولايه طبقا للتصويت الممكن، صوت حوالي 60% من هذه الولايه والجمهوريين يحصلون اريحيه شديده في ولايه لاس فيغاس، بينما الجمهوريون الديمقراطيين يحاولون ان يحققوا اي شيء في هذه الولايه التي ربما قد حسمت بشكل واضح. اما ولايه حزام الصدى ولايه ويسكنسون التي يزورها اليوم باراك اوباما في محاوله لحشد اصوات ذات البصر السوداء، لانهم هذه الولايه بالاضطهاد الشديد، فاوباما نعم. يلعب على هذا الوتر تحديدا لكسب اصوات الديمقراطيين في ولايه ويسكنسون. نعم، كما يقولون هي السبع ولايات متأرجحه، ويعتقد الكثيرون انها هي التي ستحسم الانتخابات الامريكيه. من العاصمه واشنطن الزميل عمر عبد المجيد موفد التلفزيون المصري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ها
هذا وتكثف المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب جهودهما في عدد من الولايات خلال حملتهما الانتخابية كاستعداد للانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر الجاري. وتحتل الولايات المتأرجحة اهتمامات مرشحي الرئاسة الأمريكية خاصة وأنها تلعب دورا رئيسيا في نتائج الانتخابات. في الوقت الذي تجرى فيه الانتخابات الأمريكية على قدم وساق، تسيطر حالة من الذعر والخوف من تكرار سيناريو عام 2021 والإطاحة بالديمقراطية التي تشدقت بها واشنطن مراراً وتكراراً. الصورة الذهنية لاقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول قبل 4 سنوات من الآن حينما خسر أمام ناظره جو بايدن لا زالت محفورة في أذهان الأمريكيين إلى يومنا هذا. هذه التخوفات كانت بمثابة الشرارة لأخذ الحيطة والحذر ووضع تأمين أمني مكثف ومجهز للتعامل مع أي حالات عنف خلال هذه الانتخابات التي تواجه فيه كاميلا هاريس عن الحزب الديمقراطي نظيرها ترامب مرشح الحزب الجمهوري. الانتشار الأمني في الولايات المتأرجحة على أعلى مستوى يأتي وسط ترقب من السلطات الأمريكية خشية وقوع أي أعمال شغب أثناء سير العملية الانتخابية أو حتى بعد إغلاق وفرز صناديق الانتخابات. لما لهذه الولايات من أهمية بالغة في حسم الانتخابات وتعد نقطة ضعف أو قوة لكلا المرشحين، وسبق أن ادعى ترامب وجود تزوير وغش في الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا ما أدى إلى اندلاع المزيد من الاضطرابات. وأمام المقر الرئاسي تقام الحواجز الأمنية لقطع طريق مؤدي إلى إحدى الساحات، كما وضعت حواجز خلف البيت الأبيض في ظل تخوف من اندلاع احتجاجات وما يثقل كاهل السلطات الأمريكية أمنياً. الأحداث الجيوسياسية كالحرب في قطاع غزة والتي تضيف طبقة من التعقيد قد تؤدي إلى عنف سياسي، كما أن القضايا الشائكة كالهجرة غير الشرعية وحق الإجهاض من عدمه والتغير المناخي وتقييد السلاح والتضخم والاقتصاد من نقاط الخلاف في الملفات الانتخابية للديمقراطيين والجمهوريين. وتعد هذه القضايا من أبرز اهتمامات الأمريكيين التي قد تحرك سلوكهم الانتخابي وتعزز في ذات الوقت المخاوف من اندلاع تظاهرات يصعب السيطرة عليها. وقبل يومين فقط على انطلاق الانتخابات كان لموفد التلفزيون المصري مصطفى ميزار هذه اللقاءات مع أعضاء الجالية المصرية والعربية في الولايات المتحدة الأمريكية. نتابع. بنتكلم عن أهمية الانتخابات ودور الجالية المصرية في هذه الانتخابات. طبعا الانتخابات هنا مهمة جدا اللي احنا نقدر نوصل للناس اللي احنا بنقدر نسيطر وبنقدر يعني يبقى ليك صوت في البلد. والحمد لله برضو يعني مهمة جدا ان كل الناس تطلع وتنتخب على اساس ان نقدر نوصل صوتنا هنا وبره والمصر حتى كمان. الحقيقة انه الجالية العربية الأردنية واليمنية والمصرية زي ما حضرتك تفضلت يعني عدد كبير ولا يستهان به. التصويت مهم جدا لهالجاليات لأنه لازم يعرفوا إن واشنطن إنه الصوت اللي بدهم ياخدوه لازم يستاهلوه، مش بس يعني هم فاكرين إنه أغلبية الجالية العربية ديمقراطية والصوت مش بيشتغلوا عشان ياخدوه. نعم. لازم يعرفوا أنه لازم يدونا حاجة. ويعد الفوز في الولايات المتأرجحة مفصليا لوصول المرشح إلى البيت الأبيض، فبينما ينقسم ولاء الولايات السياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي يبقى التذبذب واضحا بينهما في بعض الولايات لحسم نتائج الانتخابات وإعلان الفائز بالرئاسة. بينما تنقسم معظم الولايات الأمريكية إلى أغلبية تميل في تصويتها إما إلى الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، تبقى الولايات المتأرجحة غير مستقرة في تفضيلتها الانتخابية، ما يجعلها الهدف الرئيسي لحملات المرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية. والولايات المتأرجحة هي التي تتقارب فيها أصوات الناخبين بين التصويت لصالح المرشح الجمهوري أو الديمقراطي،
وغالباً ما تكون هذه الولايات محل تركيز كبير من قبل الحملات الانتخابية، لأنها تحتوي على نسب متقاربة من الناخبين الجمهوريين والديمقراطيين، ما يجعل التصويت النهائي غير محسوم. سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية شهد حالة من السخونة بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب وإعلان نائبته كامالا هاريس خوض السباق بدلاً عنه. ورغم أن نحو 50 ولاية تشارك في التصويت، إلا أن 7 منها فقط تحمل مفاتيح البيت الأبيض وتعد الأكثر تأثيراً في تحديد النتيجة النهائية، ويعتبرها محللون ساحة التنافس الحقيقية التي تحدد حسم النتائج في الطريق إلى البيت الأبيض. وفي سباق هذا العام تبرز ولايات أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وويسكونسن كولايات متأرجحة، وهي الأكثر تأثيراً في تحديد النتيجة النهائية وتحديد ساكن البيت الأبيض الجديد. وبحسب استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن هاريس تتقدم على منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بين الناخبين المحتملين في ولاية أريزونا بنسبة 50% مقابل 45%، وكارولينا الشمالية بنسبة 49% مقابل 47%، بينما تتخلف بفارق ضئيل في نيفادا وجورجيا بهامش 4 نقاط. لكن الولايات الثلاث الحاسمة التي تسمى بحزام الصدى، وهي ولايات شمالي شرق الولايات المتحدة، وهي بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان، لا تزال تشغل حملات المرشحين، حيث تعتبر بنسلفانيا وأصواتها 19 في المجمع الانتخابي أساسية لفرص المرشحين في الفوز. ومنذ عام 2008 كانت هذه الولايات الثلاث بمثابة مؤشرات موثوقة لنتائج الانتخابات، فأصوات المجمع الانتخابي في بنسلفانيا بالإضافة إلى 15 صوتاً في ميشيغان و10 في ويسكونسن تكفي لتصدر المرشح الرئاسي في السباق لضمان الحصول على 270 صوتاً، وهي الأصوات اللازمة للوصول إلى البيت الأبيض. وبحسب خبراء، فإن ولاية بنسلفانيا لديها احتمالية أكبر من ضعف أي ولاية أخرى لتكون هي المحدد للفوز بسباق البيت الأبيض لهذا العام. نحو 240 مليون شخص يحق لهم التصويت في انتخابات الولايات المتحدة، ولكن من المرجح أن يحسم عدد صغير نسبياً منهم مسألة من سيصبح الرئيس القادم. وللاقتراب من الصورة أكثر ولمزيد من المتابعة بينضم إلينا من نيويورك الزميل مصطفى مزار مفدأ التلفزيون المصري هناك. يعني مصطفى، أنقل لنا الأجواء وكذلك الاستعدادات عندك وعموم الولايات التي زرتها. تحياتي إليك حكمة وللسادة مشاهدي التلفزيون المصري. الصورة هنا مختلفة تماماً عما يمكن أن نشاهده في بعض الولايات، لكن الشاهد في هذه القصة حكمة، وهي الانتخابات الأمريكية، انتخابات الرئاسة 2024، ربما تكون مختلفة بعض الشيء عن سابقتها. فهذه الانتخابات تأتي على صفيح ساخن وفي ظل أقاليم مضطربة ومختلفة وبها حروب مختلفة وكثيرة، لكن دعيني أنقل لك الصورة مباشرة من الداخل وعن القضايا المثارة والمطروحة للنقاش سواء في الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي. لكن قبل أن أنقل لك الصورة مباشرة، دعيني أقول أن هناك تنافس مستمر متبقي ما يقرب من 48 ساعة على اليوم الكبير أو يوم الثلاثاء الكبير، وهو الانتخابات في الخامس من الشهر الجاري. الكل هنا يعمل على قدم طاق في الحملات الخاصة بالمرشحين سواء لهارس أو لترامب، والشاهد في القصة هناك أصوات للعرب وهي ربما تكون فاصلة في هذه الانتخابات. نعم. حكمة، العرب ما زالوا حتى هذه اللحظة أصواتهم متأرجحة تماما كما يطلق على الجدار الأزرق أو الجدار العازل في الولايات المختلفة والتي بتأتي على رأس هذه الولايات، ولاية بنسلفانيا. زار ترامب وتحدث مع العمال هناك، وتحدث أيضا أنه قادر على رأب الصدع وإيقاف الحروب في الشرق الأوسط. نعم. وفي العالم، بالإضافة لتحدثه عن الجانب الاقتصادي، وقال أنه قادر على إنقاذ أمريكا من الانهيار الاقتصادي. لكن إذا تحدثنا عن مجمل ما يدور في الشارع الأمريكي، العرب الآن لديهم صوت، وربما يكون هذا الصوت محدد، وربما أيضا يكون فارق في هذه الانتخابات. نعم. وربما أيضا يرجح كافة مرشح على حساب الآخر. أصبح للداخل الأمريكي أو الداخل العربي داخل الولايات المتحدة الأمريكية صوت مسموع. القصة كبيرة ومختلفة هذه المرة، والحديث أكثر عن قضايا الشرق الأوسط، قضية غزة وقضية لبنان وإيران وكل ما يدور من حروب في فلك الولايات المتحدة الأمريكية، ولها دور كبير في إيقاف هذه الحروب.
جانب آخر الحديث في الداخل الأمريكي وهو عن الضرائب وعن قضايا مثل الإجهاض وقضايا مثل المثلية الجنسية وقضايا مختلفة، ربما يكون المرشحين للرئاسة الأمريكية لديهم أبعاد مختلفة في مناقشة هذه القضايا بصورة أو أخرى. الجميع هنا يتحدث عن أن هذه الانتخابات فارقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن التكهن بمن سيفوز بهذه الانتخابات، حتى باستطلاعات الرأي التي تحدثت عن من يمكن أن يقدم روشتة لخروج الأزمات الاقتصادية المتتالية للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك بعض الآراء المتحيزة والتي طالت بمنشطات رسمية ظهرت في بعض الصحف العالمية قالت أن المرشح الرئاسي دونالد ترامب هو الأقرب للكرسي كرسي البيت الأبيض لما له من تاريخ ولما له من إدارة سابقة، وبالإضافة أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ استقلالها من 250 عام لم تنتخب امرأة حتى الآن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن هناك سوى كامالا هاريس وهيلاري كلينتون مرشحات للحزب الخاص بهما، ولكن في حتى هذه اللحظات هناك أصوات مختلفة. ولكن يعني الوقت القليل المتبقي سننقل وسنتابع الصورة أكيد بكل تأكيد. أكيد زميل مصطفى مزار أوفيت الصورة من نيويورك موفد التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. وافق مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. كما بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ. عقد مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث جرى الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق المختص. هذا المشروع الذي يعد بحق وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور الذي يمثل تعبيراً عن إرادة شعب مصر العظيم وترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وما كان لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المطروح للمناقشة أمام مجلسكم الموقر تمهيداً لسنه أن يكون بهذه الصورة الدستورية والقانونية المتكاملة والتي تعد بحق إضافة حقيقية إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة. ما كان ذلك يتحقق إلا بعد دراسة متأنية ودقيقة من خبراء متميزين وذوي كفاءة عالية. مشروع القانون الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية بمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات. يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يشرع مجلسكم الموقر في مناقشته اليوم خطوة جادة لتحديث وتطوير القانون الحالي الذي يعود في تطبيقه إلى سنة 1950، وقد طالته عشرات التعديلات التشريعية طوال 74 عاماً وطرأت عليه مستجدات ومستجدات. حرص مشروع القانون الجديد بالفعل على ترسيخ العديد من الضمانات الإجرائية الجديدة من خلال ما تضمنه من استحقاقات دستورية ترتبط بحقوق الدفاع
والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة. هذا وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي موافقة المجلس على دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب لحضور جلسات مناقشة مشروع القانون، بحيث يكون لعضو اللجنة الفرعية حق طلب الكلمة لتوضيح بعض الجوانب أو الرد على استفسارات النواب دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت. ورفع رئيس المجلس الجلسة على أن تتواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ في جلسات قادمة. وقد أجرت كاميرا التلفزيون المصرية عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب حول موافقة مجلس النواب بصورة نهائية على تعديلات جديدة بقانون هيئة الشرطة، فضلا عن بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. الحقيقة النهاردة يمكن في مجلس النواب حدث بداية الجلسة كان عن تعديل قانون هيئة الشرطة، وده كان متعلق بمعاون الأمن. انت عارف سيادتك ان في تطور كبير حدث في العالم كله في المنظومة الأمنية، وده استدعى ان يحصل تعديل، لان النهاردة معاون الأمن اصبحوا من مأموري الضبط القضائي، وده يمكن بمناسبة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، فاعتقد ده كان محتاج تعديل ان يبقى فيه زيادة لثلاث سنوات عشان يقدر فرد الأمن يحصل على المزيد من المعلومات في النواحي الأمنية والنواحي العلمية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية اللي بيناقش النهاردة في الجلسة العامة هو نتيجة عمل طويل جدا على مدار 14 شهر في اللجنة الفرعية التي أشرف بعضوياتي فيها ممثلة عن لجنة حقوق الإنسان كوكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب. عملت اللجنة الفرعية على صياغة مشروع قانون جديد يتوافق مع المحددات الدستورية في دستور 2014 المنحازة للحقوق والحريات، المنحازة لضمانات المحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة، المنحازة لمعايير ومبادئ حقوق الإنسان. ولذلك تم العمل على صياغة قانون جديد استجاب لهذه المحددات. أبرز هذه المحددات هو ملف الحبس الاحتياطي، أن يكون الحبس الاحتياطي مجرد إجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق وليس عقوبة، أن يكون الحبس الاحتياطي محدد المدة، أن تخفض كل مدد الحبس الاحتياطي في الجنح من 6 شهور لأربع شهور، في الجنايات من 18 شهر ل 12 شهر، في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام من 24 شهر ل 18 شهر. طبعا هذا المشروع جيد جدا من حيث الضمانات للحريات وضمان العدالة الناجزة، العدالة الجنائية والإجرائية الناجزة التي تحمي المواطن وتصون حقه. نبتدي الأول من تفتيش البيت اللي هو أثير عليه كثير اللغط. لا، مفيش تفتيش للمنازل إلا بقرار قضائي، وما ينفعش إلا في حالات الطوارئ، وكلمة حالات الطوارئ دي موجودة في كل أنحاء العالم وموجودة في الدستور المصري، لا يستطيع أن يحيد عنها هذا القانون. نمرة 2، حق المتهم في الصمت، ودي جديدة. نمرة 3، أنه هو حقه أنه هو يتصل بذويه فورا، من حقه أنه هو يتصل بمحاميه، حقه أنه هو المحامي، وجود محامي في جميع مراحل التحقيق والاستجواب والمحاكمة، وما يقدرش يتخذ إجراء ضد المتهم بأي صورة من الصور بدون المحامي. أما الآن وقفتنا الاقتصادية بنشرة التاسعة وسارة نجيب. شكرا سحر، شكرا حكمة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام 2024-2025 مقارنة بنحو 15% عن عام 2020-2021. جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حول ريادة الأعمال الخضراء، والذي استعرض الجهود والمبادرات سواء تلك التي تبنتها الحكومة لتحفيز التوجه إلى ريادة الأعمال الخضراء أو تلك التي تتم عبر أطر التعاون مع الشركاء الدوليين.
التقى حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع أبي رحيم رئيس قسم العلاقات الحكومية والشركات لدول الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة مارس، حيث تم استعراض مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والاستثمارات الجديدة التي يتم ضخها لإنشاء خطوط إنتاج جديدة. وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستمرار والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم المقاصد التصنيعية والتصديرية بالمنطقة. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مستهلة تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد والأجانب والمصريين. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه، ينهي التعاملات عند مستوى 2.2 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 13 مليارا و200 مليون جنيه، تضمنت تعاملات بسوق السندات وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3 مليارات و600 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 57% ليصل إلى مستوى 30833 نقطة. كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 8126 نقطة. شملت الارتفاعات مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 1% ليصل إلى مستوى 11337 نقطة. تباين أداء أسواق الأسهم في منطقة الخليج بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد أن أشار تقرير إلى أن إيران ربما تستعد لشن هجوم للرد على إسرائيل في الأيام المقبلة. وارتفع المؤشر السعودي 0.2% بينما هبط مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.2% بختام تعاملات اليوم. نهاية جولتنا الاقتصادية، والآن عودة من جديد إلى حكمة وسحر. إليكم. شكرا لك سارة. تحل اليوم الذكرى العاشرة لرحيل الفنانة مريم فخر الدين التي رحلت عن عالمنا في 3 نوفمبر 2014 عن عمر ناهز 83 عاما. مسيرة فنية حافلة لحسناء الشاشة، قدمت خلالها أكثر من 240 فيلما ونالت حوالي 500 شهادة تقدير وجدارة من جهات فنية عديدة. إحدى فاتنات السينما المصرية والعربية أثرت المشاهدين بطلتها وأدائها الراقي، مريم فخر الدين أو الأميرة إنجي من مواليد محافظة الفيوم عام 1933 لأب مصري وأم مجرية. دخلت عالم الفن والتمثيل مصادفة بعد فوز صورة لها في مسابقة فتاة الغلاف لمجلة فرنسية، وعلى الفور تعاقد معها المصور عبد النصر والمخرج أحمد بدرخان على التمثيل في أول أفلامها ليلة غرام. مسيرة فنية حافلة لحسناء الشاشة قامت خلالها ببطولة أكثر من 240 فيلما، حيث اشتهرت في فترة الخمسينيات والستينيات في أدوار الفتاة الرقيقة، وتتنوع أدوارها في السبعينيات لأدوار مختلفة كدور الأم بفيلم بئر الحرمان عام 1969. مريم فخر الدين ظلت طوال حياتها الفنية تعمل دون انقطاع لتخرج من نجاح إلى آخر، ومن أشهر أفلامها رد قلبي وحكاية حب وطائر الليل الحزين وشفاه لا تعرف الكذب والنوم في العسل عام 1996. حصلت مريم فخر الدين على جوائز كثيرة، أولها الجائزة الأولى في التمثيل عن دورها في فيلم لا أنام، ونالت نحو 500 شهادة تقدير وجدارة من جهات فنية عديدة. بعد مسيرة حافلة من العطاء كان لابد لهذا الجسد أن يستريح، فلكل بداية نهاية. ففي 3 نوفمبر 2014 رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 83 عاما.
والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة مرة ثانية. وسارة نجيب، إليك سارة. شكرا حكمة، شكرا سحر. مشاهدينا، هذه وقفتنا الرياضية للتاسعة. اختتمت فعالية الدولي والذي أقيم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والذي شهد مشاركة واسعة من 800 عداء يمثلون 42 دولة حول العالم. انطلق السباق من مكتبة الإسكندرية مرورا بعدد من أبرز معالم المدينة مثل قلعة قايتباي وكوبري ستانلي، وانتهى عند مكتبة الإسكندرية شمل الماراثون مجموعة من السباقات المختلفة لتلبي مختلف المستويات والفئات العمرية، حيث ضم سباق 42 كيلو مترا وسباق نصف الماراثون لمسافة 21 كيلو مترا، إضافة إلى سباقات أقصر بمسافات 10 كيلو مترات و5 كيلو مترات، وسباق عائلي وذوي الاحتياجات الخاصة لمسافة 2 كيلو متر، إلى جانب سباق 500 متر للأطفال. في الدوري الإنجليزي الممتاز، تعادل فريق تشيلسي مع مضيفه مانشستر يونايتد 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد بختام مواجهات الجولة العاشرة من البريمير ليج. التعادل رفع رصيد تشيلسي إلى 18 نقطة ليرتقي للمركز الثالث متفوقا على أرسنال بفارق الأهداف، فيما أصبح رصيد مانشستر يونايتد 12 نقطة بالمركز الثالث عشر. في الدوري الأسباني واصلت برشلونة تربعه على القمة بعد أن تفوق على أسبانيول بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالأسبوع 12، وارتفع رصيد برشلونة إلى 33 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد أسبانيول عند 10 نقاط بالمركز 17 بجدول الترتيب. نهاية جولتنا الرياضية، والآن عودة إلى سحر وحكمة من جديد، إليكم. شكرا لك سارة. عقد مهرجان القاهرة السينمائية الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الدورة 45 من المهرجان، والتي تقام خلال الفترة من 13 وحتى 22 من نوفمبر الجاري. وخلال كلمته أكد الفنان حسين فهمي على مشاركة فلسطينية سينمائية بفيلم الافتتاح أحلام عابرة، كما كشف عن المكرمين للمهرجان ومنهم الفنان أحمد عز الذي يمنح المهرجان جائزة فاتن حمامة للتميز، والمخرج يسري نصر الله الذي يمنح المهرجان جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر. كما أعلن المهرجان عن تقديم جوائز مالية تشجيعيا لصناعها، حيث تصل قيمتها ل 25 ألف دولار تمنح لخمس فئات، وذلك دعما من المهرجان لصناع الأفلام العربية. عندنا في المهرجان دايما بنكرم فنانين كبار، وبحب قوي أن أنا أكرم فنانين مصريين لكل المجهودات اللي بيقوموا بيها. فهذا العام عندنا جائزة فاتن حمامة للتميز هتروح للفنان أحمد عز. في عندنا أيضا المخرج الكبير يوسف نصر الله، بنديله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر. احنا دي مسابقة أسبوع النقاد الدولي، زي ما هو معروف دي مسابقة للأعمال الأولى أو الثانية لمخرجيها، مسابقة دولية للأفلام الطويلة. زي ما قلت احنا عندنا تنوع كبير جدا، عندنا 7 أفلام وممكن يبقوا 8 لأن احنا ممكن نضيف فيلم خلال الأيام الجاية دي، من 4 قارات. عندنا أفلام عرض عالمي أول زي فيلم راديا المغربي، عندنا أفلام كانت بتمثل دولها في مسابقة الأوسكار زي فيلم القاتلة اليوناني. والله أنا جدا سعيد باللي سمعته اليوم بالمؤتمر الصحفي تبع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بهاي المساحة اللي معطيها المهرجان للسينما الفلسطينية ولفلسطين، خصوصا أنه
عم بده يعرض أفلام غزة من المسافة صفر اللي هم 22 فيلم قصير بين 3 لـ7 دقائق كل فيلم، اشتغلوها مخرجين ومخرجات خلال الحرب اللي الجارية حاليا، وهي أفلام عم بيشاهدوها في كتير أماكن بالعالم وكتير مهرجانات مهمة في العالم عم تنعرض حاليا هاي الأفلام، وحيعرضها مهرجان القاهرة. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة التاسعة، ويتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل مديرة صندوق النقد الدولي، ويؤكد أن أولوية الدولة هو تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين. مدبولي يؤكد أن المراجعة الرابعة لصندوق النقد تبدأ الثلاثاء المقبل، وجورجيفا تؤكد دعم مصر الكامل لتحقيق الاستقرار. الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى نحو 3000 قتيل. وبالتذكرة انتهت نشرة التاسعة. شكرا لكم وإلى اللقاء. في أمان الله.